لن ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، كيف تنظر إلى هذه الجولة الأفريقية ووجود الرئيس كأول رئيس مصري في أنغولا؟ الحقيقة أنها زيارة هامة جدا، خاصة أن الرئيس يحاول دائما الاتصال بكل الدول الأفريقية ويزور الدول الأفريقية ليكون على اتصال برؤساء هذه الدول والتعامل معها والتنسيق معها من أجل الصالح الأفريقي. يريد الرئيس سيسي أن ينشر ثقافة السلام ومحاربة الإرهاب وتنسيق السياسات وإشاعة الأخوة بين الدول الأفريقية والبعد عن النزاعات والبعد عن المشاكل. هذه سياسة الرئيس، دائما يحاول التطرق إلى، وقد كان وزير الإسكان الأنغولي في زيارة للقاهرة في الشهر الماضي واطلع على التطورات الأخيرة في البنية التحتية في مصر في العاصمة الإدارية والتطورات الكبيرة التي حدثت إزاء التقدم في البناء والحضارة في مصر، وأعجب بها إعجابا شديدا، وأتصور أنه سيتم الاتفاق على استفادة أنغولا من القدرات المصرية في ترتيب الأمور الخاصة بالبنية التحتية في أنغولا، لأن أنغولا تحتاج إلى تطوير في قدراتها البنائية. وقد سهل الرئيس جولته في أنغولا بما يدل على أنه يريد أن يتحدث مع الجنوب الأفريقي في ما يهم كل القارة الأفريقية، وأن يكون الجميع على تفكير واحد في مشاكل القارة، وأن القارة تواجه مشاكل ولا بد من التصدي لها جميعا. نعم نعم يعني هي مشكلات على الصعيدين السياسي والاقتصادي. تحدثت عن الجانب الاقتصادي على ضوء زيارة وزير الإسكان الأنغولي إلى مصر في الشهر الماضي. الآن التعاون في مجال النفط أيضا هو واحد من المجالات المتوقعة دعم التعاون فيها المصري الأنغولي، هذا أيضا يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية على الجانب الاقتصادي. نعم، وزير الإسكان الأنغولي عندما كان في القاهرة بحث مسألة الاستثمار لصالح المستثمرين المصريين ولصالح المستثمرين الأنغوليين. موضوع الاستثمار ده أيضا من الموضوعات المهمة جدا التي يهتم بها الرئيس السيسي لدفع العلاقات بين الدول الأفريقية، وأيضا يريد الحديث عن تقوم القارة باستكمال البناءات الخاصة نعم التكامل الاقتصادي بين القارة، نعم، وهي قادرة على ذلك، ولذلك هو يدفع هذه الأمور. وقد تم في عهد رئاسات الاتحاد الافريقي توقيع اتفاقيه التجاره الحره للقاره الافريقيه في نيامي عاصمه النيجر، وبالتالي يريد ان يدفع الامور لكي يتم الاستفاده من هذا التفكير الايجابي الذي يفيد جميع ابناء القاره الافريقيه. نعم، من المتوقع أيضا أن يشارك الرئيس في إطار جولته الأفريقية أثناء زيارته إلى العاصمة الزامبية في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة المعروفة اختصارا باسم الكوماسا. في رأيك يعني هذا التجمع إلى أي مدى يمكن أن يسهم في تفعيل الاتفاقات السابقة التجارية، منها ما ذكرت مناطق التجارة الحرة الأفريقية؟ طبعا كل التجمعات الأفريقية الفرعية، يعني مثل الكوميسا أو الإكواس أو السادك، كل هذه التجمعات فرعية مفيدة جدا، لأن أي تجمع يفيد جميع الدول الأعضاء فيه. وبالتالي فإن الكوميسا لا قدمت أنواع من التخفيض الجمركي وانواع من التعاون بين دول القاره في
شرق افريقيا، فاتصور ان مصر ستسلم رئاسه الكوميسا الى زامبيا، ويستمر هذا الاتجاه الى استفاده جميع ابناء القاره من التقدم الصناعي والزراعي والاقتصادي في جميع الاحوال. نعم. نعم سيادة السفير، تحدثنا عن الجانب الاقتصادي والتعاون القاري البيني بين دول القارة السمراء. التحديات السياسية موجودة أيضا على كاهل القارة الأفريقية ومنها الإرهاب، في رأيك التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب ومدى حرص مصر على نقلها إلى الأشقاء الأفارقة عن طريق التدريبات المشتركة، إلى أي مدى مصر تلعب دورا هاما في هذا المجال، وهذا يمكن أن يدعم أيضا التعاون الاقتصادي إذا ما تحقق الاستقرار السياسي في دول القارة؟ المبدأ الهام جدا فعلا أنه الأمن هو أساس التقدم، يعني لكي تتم التنمية لابد من أن يكون هناك أمان. الأمن والأمان مهمين جدا، محاربة الإرهاب موجودة، دول كثيرة تعاني من الإرهاب في ليبيا، في الصومال، في يعني هذه الدول الأفريقية تعاني من هذا، في غرب أفريقيا، في مالي، في النيجر، في بوركينا فاسو، كل هذه المشاكل. ولذلك يريد الرئيس السيسي أن ينشر ثقافة السلام وثقافة الحوار بين جميع الأطراف، يعني عندما تكون هناك مشكلة يجب أن تتم حلها بالحوار والتفاهم وليس استخدام السلاح. نعم. والتجربة المصرية أثبتت أنها قادرة على إنهاء الإرهاب، واستطاعت مصر أن تقضي على الإرهاب وتنقل التجربة إلى بلاد أفريقية أخرى للاستفادة منها. نعم. نعم، في رأيك هل يعني المباحثات المتوقعة فيما بين الجانبين إلى أي مدى يمكن أن تتطرق إلى ما يحدث الآن في القارة الأفريقية من أزمات، وآخرها بالتأكيد الأزمة السودانية، نظرا للدور المصري الهام في دعم الاستقرار في السودان الشقيق؟ طبعا على جدول الأعمال لابد أن تكون المسألة القلق السوداني الموجود حاليا لابد أن يتم التطرق إليه، ولابد من التوصية بوقف إطلاق النار الدائم والمستمر، لأن لا يجب أبدا إطلاقا أن يقتتل أصحاب السلاح في أي بلد من البلاد. وبالتالي فإن القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون موحدة ولا تكون فرعين أو أكثر. هذا سيتم التطرق إليه، وأعتقد أن أنجولا يهمها لأنها عانت من الحرب الأهلية معاناة شديدة جدا، والآن تريد أن ينعم السودان أيضا بجو من الهدوء والاستقرار، فلابد أن يكون هذا على جدول الأعمال. نعم. نعم، يعني نحن نتحدث عن دولتان تدعمان الاستقرار في محيطهما، مصر وأنغولا أيضا، نظرا للنشاط الذي يقوم به الرئيس الأنغولي في تسوية النزاعات، وهذا يتضح من خلال مؤتمر دول البحيرات العظمى أو منطقة الجنوب والوسط الأفريقي. هذا حقيقي فعلا، أنغولا دولة مهمة جدا في مكانها، ولها اتصالات قوية مع دول الجوار ومنها الكونغو، الدولة القوية وذات القدرات الاقتصادية الكبيرة. وأنغولا أيضا لديها قدرات اقتصادية وشبكة معادن هامة جدا، لديها بترول ولديها معادن أخرى كثيرة، وبالتالي فإن الإيمان بأن حل المشاكل يكون بالتفاهم وعدم استخدام السلاح أمر هام جدا. نعم. أشكرك جزيلا سيادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.